اخذيتها. اللي المشكله الرئيسيه انا كي اخذيتها من الاول تمشي عاديه، فهمتني، نهار اللولانيه كي مد لي الكهرباء مدي لي بلان ايسونس. هذه بعد كي بدات معبي بالايسونس، بعد تيح ولات في اي روم بوان، في اي مثلا تعمل مثلا دوزيام حاجه تسقط لي الكهرباء، من غادي بدات المشاكل نتاعي. بون بعديك مش الميكانسيانات، بديت ندور بالميكانسيان كل واحد شنو يحكي لي، واحد يقول لي بوجيات، واحد يقول لي كابتر، واحد يقول لي اكل الكوابل من البوجيات، البوجيات كل واحد شنو يحكي لي. للي فما واحد قال لي يلزمك تعمل ريفيزيون الموتور هذا، تعمل عمره كامله للموتور. عملنا مشينا هزني باش ناخذ القطايع ركبناهم. قد ايش تخلع؟ معناها بيد عامله وخدمته هو 800 دينار. هذه اول مره، هذه اول مره ريفيزيون الاولاني مشيت بها جمعتين بالضبط، رجعت كيما قبل الكهرباء حتى ولت فيها برشا حس وكذا. يا اخي مشيت لميكانسيان واحد غالي سيجمونيت غلطي، فما واحد قال اي سيجمونيت غلطي، عاودنا سيجمونيت جدد. والمشكله اللي في الكهرباء دي حس محكولي قالوا لي معناها الكهرباء معناها الكلاس نيتون بعد نحكي عليها هذاك ملفقه الكهرباء. الثاني كيفاش صرت فيه؟ الثاني كيف كيف انا بيد عامله قربت المليون زاد، فهمتني، باليد العامله تقريبا 1000 دينار. 1000 دينار 1000 دينار المره الثانيه و 800 دينار المره الاولى، فهمتني. مشينا بها شهرين ثلاثه وولت فيها، رجعت الحس فيها وتسكت الكهرباء، مشكلتها ديما تسكت. في البريمير في الدوزيام تسكت، تمشي في سيركلاسيون تسكت بيك الكهرباء وترخبي. بعديك لا اله الا الله محمد رسول الله. بعد قرب على جبلها ولا تبين، قالوا لي يلزمك تبدل الكربيراتور. هي مشكله تاع الكربيراتور ماهيش مشكله، بدلنا الكربيراتور الاول ما مشيتش، بدينا الكربيراتور الثاني ما مشيتش. انت شريتها كربيراتور ما شريتهاش سيمي انجكسيون؟ لا شريتها سيمي انجكسيون. نحوا لك سيمي انجكسيون، حطوا لك حطوا لي الكربيراتور نتاع نتاع الرسانك، هذه نتاع الرسانك ولا ارناف. جملة تقريبا قداش خسرت؟ جملة معناها 3 ملايين، خاطر الكربيراتير هذيك نتاع 205 مثلا، هذيك 205 تقريبا. 205 هذيك بيعها لي واحد في بن عروس نعرف 350 دينار. لا هي 270 تعمل، فهمتني؟ وحاسين بعد عاود زدت كربيراتير اخرى الحق بتاع ربي معناها في منحومة بيعها لي ب 50 دينار. وباقي نفس تعاني بنفس المشكلة. نفس المشكل ديما الكهرباء تسكر. مالا شنو اللي خلاك جيتني؟ اللي خلاني جيتك دخلت انا ونمرا لليوتيوب، فهمتني؟ انا صحيح نتبع فيك عندي مدة، والفيديوهات نتاعك والعباد كي تخرج فرحانة، وانا ديجا من اول نقلة خذيت وجيتك لهنا. قلت لي روح دوما شفتك روحت لقيت لاباس. ليه انا ارتحت، ما هو هي نفسها يعني الحكايه. طبعا هي مور المو، انا نحس في روحي مرتاح، حطيت لك كنت في الليل ما ترقدش. ملاني بالرسمي راني لا نعرفك، حسيت اول مره نجي وريت نهار اللي جيت راني لقيت زاد فما السيد نتاع سيكات. هي سيكات هي هون هزها امس. اي هزها هذا السيد هذيك، بقينا نحكيو شويه منه، قلت له تعرفوا هكا حبيت نسال. اي حبيت تسال علي يا اخوي ما نعرفوش، راني اول مره كل ما قلت له انا راني سبقت هزها امس. هذا ميكانسيا وبعثها بعثها يعني مش نرجلوها وميكانسيا مسكين بعد ما ندمت ويلزم زاد تسال. تو باش نوريك شنو عملنا بالضبط وتفهم الموضوع.